الإسكندرية والفتح الإسلامي. خضعت الإسكندرية للإمبراطورية البيزنطية بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، غربي روماني وشرقي رومي بيزنطي. وخلال هذا العهد بدأ نور الديانة الإسلامية يسطع في شبه الجزيرة العربية، واستقطب أعداداً كبيرة من الناس. وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى حكام الدول المجاورة رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان مقوقس مصر من ضمن هؤلاء الحكام. بعد وفاة النبي محمد خرج العرب المسلمون من شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام في أنحاء العالم المعروف، فانطلق عمرو بن العاص من القدس إلى مصر بعد أن شاور الخليفة عمر بن الخطاب، ونجح عمرو في فتح المدن المصرية، ولم يبق إلى الإسكندرية قصبة الديار المصرية وثانية حواجز الإمبراطورية البيزنطية، وكان الأسطول البيزنطي يحميها من البحر. ولكن شدة غارات المسلمين البرية جعلت الروم يوافقون على شروط الصلح، فجلت قواتهم وأسطولهم عن المدينة ودخلها المسلمون فاتحين، وأطلقوا الحرية الدينية للمسيحيين وأمنوهم على ممتلكاتهم وأرواحهم. بعد مدة قصيرة من السيطرة على المدينة قام البيزنطيون بهجوم مضاد ليستعيدوا المدينة من جديد، إلا أن عمرو بن العاص استطاع هزيمتهم ودخل الإسكندرية مرة أخرى في صيف عام 646 ميلادية. ورحب الأقباط في الإسكندرية بقيادة بنيامين الأول بالمسلمين ترحيباً بالغاً، وبذلك فقدت الإمبراطورية البيزنطية أغنى ولاياتها إلى الأبد. فقدت الإسكندرية مكانتها السياسية بعد ذلك بسبب اتخاذ عمرو بن العاص من الفسطاط عاصمة له بدلا منها، لكنها استمرت الميناء الرئيسي لمصر وأبرز مرافقها التجارية.